تعقد اللجنة القضائية النيابية في مجلس النواب الأمريكي جلسة استماع لعدد من خبراء القانون، وذلك في إطار إجراءات مساءلة الرئيس دونالد ترامب. وتنظر الجلسة في دستور الأدلة التي وردت في تقرير لجنة الاستخبارات تمهيدا لاتخاذ قرار بشأن صياغة لائحة اتهام بحق الرئيس. من الكونغرس تنضم إلينا وفاء أجباعي مراسلة الحرة للوقوف معها على آخر تطورات بشأن هذا الاجتماع للجنة القضائية النيابية. تفضلي وفاء. بالفعل منذ دقائق بدأت لجنة القضائية النيابية جلستها العلنية الأولى في إطار الإجراءات الرامية إلى عزل الرئيس دونالد ترامب. تستمع اللجنة إلى يعني أربعة خبراء دستوريين، خبراء في القانون الأمريكي من جامعات أمريكية مرموقة. ثلاثة منهم تمت دعوتهم من قبل الديمقراطيين وآخر دعاه الجمهوريون. هؤلاء ستكون مهمتهم فحص الأدلة والاتهامات الواردة في تقرير لجنة الاستخبارات النيابية في موائمة ما جاء في هذا التقرير مع ما ينص عليه الدستور الأمريكي، وما إذا كانت هذه التهم ترقى إلى الوصف الذي يحدده الدستور للتهم التي يمكن عزل الرئيس على أساسها. بحسب الدستور الأمريكي يمكن عزل الرئيس من منصبه في حال تمت إدانته بتهم كالرشا وأيضا الخيانة أو أي جريمة عظمى. هؤلاء الشهود لن يقدموا معلومات تتعلق مباشرة بالقضية، هم لا يملكون أساسا معلومات حول الاتصال بين الرئيس ترامب ونظيره الأوكراني أو يعني كل ما يتعلق بسياسة الولايات المتحدة في أوكرانيا، إنما مهمتهم فقط محصورة بالجانب القانوني الدستوري. بناء على هذه التوصيات التي سيحددونها ستتخذ اللجنة القضائية قرارها. اللجنة القضائية عقدت الثلاثاء يعني مداولات على مدى ساعات، مداولات مغلقة من أجل النظر في التقرير، ولا نعلم حتى الآن إن كان رئيس اللجنة سيكتفي بجلسة اليوم أم أنه سيدعو إلى عقد جلسات علنية أو ربما مغلقة أخرى من أجل أو قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن صياغة لائحة اتهام بحق الرئيس دونالد ترامب أو ما قد تتضمنه اللائحة. هناك طبعا يعني عدة تهم وأدلة وافية كما يقول الديمقراطيون في التقرير الذي تقدمت به لجنة الاستخبارات، ولكن لجنة الاستخبارات لم توصي بأي لائحة اتهامات وتركت الأمر للجنة القضائية. نعم. طيب كيف يترقب الجمهوريون والديمقراطيون نتائج هذه الجلسة داخل أروقة الكونغرس نتحدث؟ نعم، بالنسبة للديمقراطيين هم يعتبرون أنهم يملكون أدلة وافية وكافية ولا يحتاجون حتى إلى عقد جلسات في اللجنة القضائية، وبعضهم دعا اللجنة القضائية إلى القبول بالتقرير كما هو، عدم يعني التعديل أو عدم إجراء جلسات استماع والانتقال فورا إلى صياغة لائحة الاتهام. في المقابل طبعا الجمهوريون وبحسب التقرير غير الرسمي الذي أصدروه بموازاة التقرير الديمقراطي إذا صح التعبير، هم يحاولون دحض كل الاتهامات، يعتبرون أن المسرحية السياسية مستمرة من قبل الديمقراطيين من أجل عزل الرئيس ترامب. وهم طبعا بحسب الجمهوريين يعني يبددون وقت الكونغرس ويصرفون الانتباه عن العمل التشريعي من أجل تحقيق مكاسب سياسية وأيضا يعني قلب نتائج الانتخابات التي أوصلت الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض. طبعا هناك ترقب لما سيجري في الجلسة اليوم، طبعا ستكون هناك مواجهة كما اعتدنا في الجلسات العلنية يعني منذ بدء هذه التحقيقات. أشكرك جزيلا الشكر وفاء أجباعي مراسلة الحرة، كنت معنا مباشرة من مقر الكونغرس.